هذا السرير ربيت فيه طول عمري أنا وصغير. جاب لي يا بابا وماما، وبالنسبة لي هو عن جد أغلى ثرواتي. بعدين كمان قعدت فيه أختي، خلصتني إياه لما خلقت. بعدين صار عندها تختة لحالها. هدول مثلا الدروج، لحظة، نكشت لقيته هذا الحافي أنا وصغير بحبه كتير. طبعا مام هلا اذا شافتني عم لكوش لفيهم بدها تجنن. هدول الحديثين نوعا ما لاولاد اختي واخواتي الاصغر مني، بس كان في عندي شيء